السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زين العابدين لطيف معكم اليوم مع وحدة ثالثة من كتاب القضايا الفقهية المعاصرة، وهي الوحدة المسائل المعاصرة في فقه الأسرة. نبدأ بالأهداف. بعد إنهاء هذه الوحدة سوف تغير على عد القيم الأساسية لمؤسسة الأسرة في الإسلام، تعريف المفاهيم للنكاح والطلاق، قول الأسباب الرئيسية للمشكلات الأسرية التي نواجهها اليوم، توضيح الحكم الفقهي لبعض المشكلات الأسرية المعاصرة، تحليل الآراء في تغيير الأحكام والتطبيقات في الأسرة وفقا لتغيير الزمان والظروف. ننتقل إلى الكلمات المفتاحية: النكاح، الزواج، الطلاق، الفرقة، الولاية، العدة. أول موضوعنا في هذه الوحدة هي الحياة الأسرية. المبادئ الأساسية: يمكن القول أن هناك قيما ومبادئ كثيرة تعبر عن رؤية الإسلام للأسرة وعن ما بنيت عليه، وسوف تجد هنا بعض القيم المهمة في المعنى الذي يحمل على المفهوم الأسرة اليوم، وستجد بناء على هذا بعض الحلول للمشاكل الأسرية: مأوى الطمأنينة وشفقة مبنية على الحب، الوعي بالأمانة والمسؤولية، الحفاظ على حرمة الأسرة، الالتزام التام بالقيم والأحكام الإسلامية. ماهية النكاح الحقوقية والمسائل المتعلقة بإنشائه؟ هناك قسم كبير من المشاكل اليومية الأسرية يرجع إلى عدم الالتزام بالقواعد الدينية والحقوقية عند إنشاء الزواج، ويمكن لنا أن نرى بكثرة حالات الزواج يخفيها أهلها عن العائلة والبيئة والمجتمع، فتكون حقوق الأفراد العائلة في هذه الحالة ليست تحت ضمان القانون وضفع الظلم والتعديات الحقوقية، بل يبقى ذلك كله متروكا للوجدان، ويكون اختيار الزوج متروكا بأكمله لطرفي الزواج خاصة. وكذلك يمكن لنا أن نرى حالات الزواج يلتفت فيها لرأي الكبار وموافقتهم دون أخذ آراء الزوجين بعين الاعتبار، وهذه الحالة تؤدي بطبيعة الحال إلى مشاكل كبيرة في مراحل الزواج القادمة. وفي هذا البحث سنتناول بعض التحليلات الماهية للزواج الدينية والحقوقية. الشفافية في العقد الزواج: وإن علم فعلا فرديا زعما أن شخصين توحدا في حياتهما بإرادتهما الحرة، فإنه ذا ماهية اجتماعية بكل الأوجه، والإرادة الحرة متبادلة واجب لتتحول المعية ما أو مصاحبة ما إلى الزواج، هو ميثاق غليظ ومسؤوليات والتزامات، ويجب التوضيح وبيان هذه الإرادة. حق الطلاق ونقله: الطلاق من أنواع إنهاء الزواج في الإسلام، والطلاق عبارة عن بيان الرجل بوحده عن إرادته إنهاء الزواج، وتذهب الأنظمة الحقوقية المختلفة في إنهاء الزواج بالطلاق مذاهب مختلفة. يمكننا عد هذه المذاهب كالتالي: نظام الطلاق الحر: كما أن إنشاء عقد الزواج متعلق بإرادة الطرفين، فإن إنهاءه مثله، ويحق للأزواج إنهاء الزواج بطلب الطرف الواحد وكذلك بالتراضي بين الطرفين. النظام المانع للطلاق: ليس أحد قادرا على تفريق من جمع بينهما الله. الطلاق بالقضاء لأسباب معدودة: ليس لأحد الطرفين حق الفرقة بوحده ولا بتراضي الطرفين، ولكن لهما حق في فتح قضية الفرقة لأسباب معدودة، ولا يمكن لأحد أن يقرر الفرقة إلا القضاء. نظام متميز مختلف عما سبق: يمكن أن تطرأ الفرقة في هذا النظام الذي سلكه الإسلام بعد الطرق. أنواع العدة المختلفة باختلاف السبب المقتضي للعدة المذكورة في القرآن هي كما يلي: أولا، المرأة التي ينتهي زواجها بوفاة زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، وحتى تضع حملها إن كانت حاملة. ثانيا، المرأة التي ينتهي زواجها بالطلاق من زوجها أو بفسخ أو بتفريق قاض عدتها 3 قروء إن لم تيأس من المحيض، وإن يأست من المحيض ف3 أشهر. المرأة التي ينتهي زواجها قبل الدخول مع الزوج في الخلوة ليس لها عدة. 228 الأحزاب
94، الطلاق 65. انتهت تلخيصنا لهذه الوحدة من كتاب قضايا الفقهية المعاصرة. شكرا لاستماعكم، وإلى اللقاء في الوحدة التالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.